السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قسم جديد من الكونديشنال، كيف نقوم بعمل دايركتيف خاص بالكونديشنال الجديد اللي يتعلق ب اون سيل او نيو على سبيل المثال نيو برودكتس او سوبر سيل او سوبر ديل او ما شابه. حتى نقوم بذلك موضوع جدا بسيط، وما اقصد ما اقصده هنا ان نقوم بإضافة بادج على سبيل المثال مثل ستور كوبون او مثلا المنتج عليه تخفيض معين مثل ما يظهر في بعض المتاجر تمام وحتى نقوم بذلك موضوع جدا بسيط وينبثق من نفس الفكرة السابقة نأتي مرة أخرى إذا إلى الـ VS Code وهنا نحن بحاجة إلى تعريف متغير في الداتا Data Object هنا كما تشاهدون وفي Data Object نقوم بتعريف متغير اسمه On Sale بهذا الشكل و هنا نحن بحاجة إلى أن يكون Boolean وكما تشاهدون وتلاحظون, وتلاحظون عند إضافة متغير جديد نحن بحاجة إلى الفصل ما بين المتغير السابق واللاحق من خلال كومة بهذا الشكل ولكن العنصر الأخير أو المتغير الأخير داخل داتا أوبجكت ليس بالضرورة أن نقوم بإضافة كومة عند نهايته وبالتأكيد لابد من عمل سيف حفظ نأتي إلى هنا مرة أخرى ونأتي لإضافة هنا تاجز جديدة أو نقوم بإضافة باراجراف أو مثلا H5 أو H4 أو أي شيء على كل الأحوال كمتغير أو عفوا كتاجز وهنا سأقوم بإضافة بإضافة دايركت في vf هنا كما تشاهدون وهنا vf تساوي إذا كانت تساوي اون سيل بمعنى إذا كانت ترو ماذا يعني؟ هنا سأقوم بإضافة اون سيل بهذا الشكل كلمة on sale ونقوم بعمل سيف هنا كما تلاحظون on sale المتغير الذي أقوم بإضافته هنا هو عبارة عن قيمة المتغير وهو حقيقة true نأتي إلى هنا ونتأكد من أن المتغير هو نفس الاسم على كل لا لابد أن يكون اسم متغير مطابق تماما في صفحه ال وكذلك الحال في صفحه المين جي اس او الفيو وهنا سنشاهد اون سيل معنى ان هذا المنتج عليه عرض او تنزيل او تخفيض او مشابه ثم ناتي الى هنا ونقوم بعمل تحديث كما تشاهدون اون سيل تظهر لي وماذا لو كانت القيمه فورس هنا قيمه المتغير فورس وهنا بما ان المنتج واحد فبالتالي لا داعي لان نقوم باضافه في اف وفي فبالتالي نكتفي ب وان وهو في اف هنا وكما تقول الان عند سؤال ب في اف اذا كان اون سيل ولكن اون سيل هي عباره عن فولس وبالتالي ليس بالضروره ان نشاهد اون سيل كيف لنا ان نتاكد؟ سناتي الى المستعرض وهنا نقوم بعمل ريفرش، كما تشاهدون لا توجد ولا تظهر كلمه اون سيل. اذا هكذا وبهذه الطريقه يمكننا اضافه اون سيل واضافه كونديشن على اون سيل، واذا هذه الطريقه التي نستخدم بها الاف ستيتمنت واف else واف else اف اف else في فيو 3. اذا هذا هو المثال الثالث او القسم الثالث من هذا الدرس ودعونا هنا نقوم مره اخرى بعمل تعديل طفيف كأن نقوم بعمل ترو مثلا وبالتأكيد يمكننا إضافة كستمايز اوبشنز كأن نقوم كأن نقوم بإضافة كلاسز من ال CSS حول هذا السيل كأن نقوم بإضافة دائرة أو شكل أو لون أو أو مثلا لون للنص أو ما شابه الذي يظهر هنا وهكذا وبالتأكيد يمكن أيضا تغيير هنا مثلا إلى H4 على سبيل المثال يكون أكبر قليلا ونقوم بعمل حفظ مثلا هنا في التاجز وناتي الى هنا ونقوم بعمل ريفرش كما نشاهد اون سيل بحجم اكبر اذا هذا هو كل شيء درست وهكذا نكون قد انتهينا من موضوع ال الدايركتيف الخاص ب اف ستيتمنت او الجمل الشرطيه في فيو 3 وحتى لا ننسى سنقوم بعمل دروس متقدمه اخرى في الكونديشنال conditional... لاحقا ان شاء الله هذا هو كل شيء نراكم دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته